اهلا بكم تشاهدون في هذا الفيديو. ليفربول يدخل سباق التعاقد مع الموهبه الجزائريه نجم الدين الرازي. العيدوني يختار رسميا بين الجزائر وقطر. اسبانيا تستدعي موهبه جزائريتين فاينا الفاف. ليفربول يدخل سباق التعاقد مع الموهبه الجزائريه نجم الدين الرازي. كشفت التقارير الاعلاميه ان الموهبه الجزائريه نجم الدين الرازي على رادار نادي ليفربول الانجليزي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب موقع تيم تولك، فإن الجزائري صاحب 17 سنة نجم الدين الرازي قريب من الانتقال إلى نادي كبير خلال الميركاتو الصيفي المقبل. يتواجد اللاعب نجم الدين الرازي محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها ريال مدريد، ليفربول، السيتي وأرسنال. الانضمام إلى الجزائر وقطر. نعيم العيدوني يتحدث عبر ميكروفون برنامج سيفو ليكسبير. الضيف الاستثنائي أحدث بث لبرنامج سيفو ليكسبير. اللاعب الدولي الجزائري تحت 23 سنة نعيم العيدوني 21 عاما، الذي انطلق في مغامرة جديدة تماما في أم صلار في قطر هذا الصيف. عاد إلى وصوله إلى بطولة قطرية، ولكن أيضا اختياره المستقبلي للمسيرة الدولية. نعيم العيدوني المدافع الجزائري من ساتيتيان ولاعب نيمة السابق، يلعب حاليا مع مواطنيه أندي ديلور وفيكتور لكهال في أم صلال. وأقل ما يمكن قوله هو أن الجزائري يشعر بتألق كبير هناك، حيث قال: قلت لنفسي إن المستوى يمكن أن يكون أقل جودة مما هو عليه في أوروبا، لكنني كنت أتعامل مع مستوى مجنون من المسودة. تم وضع نظام لكشف 60 لاعبا من أوروبا لتوظيف الحد الأقصى من المواهب الشابة. اللاعبون رائعون من الناحيتين الفنية والبدنية. وقال العيدوني الذي لعب أساسي في الفريق بقيادة باتريس كارتيرون: مع وجود عدد كبير من اللاعبين الكبار لا يمكننا أن نشك في مستوى. ثم يسلط مضيف برنامج الضوء على نقطة مهمة للغاية، والتي تسمح له بالانتقال إلى موضوع مختلف تماما. وبالفعل فإن جمال بالماضي تم التعب علاقة جيدة للغاية مع أم صلال منذ أن كان يدرب في قطر، لذلك يمكننا القول أن اللاعب هناك سيوفر للفريق رؤية أكبر لاستدعاء الفريق الأول. ومع ذلك يظل العيدوني وهو مدافع مركزي من خلال التدريب واقعي للغاية، بما يشير إلى أنه لن يحصل على معاملة تفضيلية، وأنه يجب على اللاعب أن يتألق في الملعب ليأمل أن يتم اختياره. الجزائر أولوية بالنسبة للعيدوني، ولكن وصوله إلى قطر يفتح الطريق أمام نعيم العيدوني للتجنس. في الواقع مثل العديد من اللاعبين الآخرين، سيكون اللاعب الجزائري بالغ من عمر 21 عاما جاهزا للتمثيل العنابي دوليا بعد قضاء بعض الوقت في دوري نجوم قطر. لكن يبدو أن قلب الدفاع لم يكن على علم به عندما وقع لأم صلال، ويدعي أنه لم يتحدث معه أحد بشأن ذلك في الوقت الحالي على حد قوله. ومع ذلك لن يكون من المفاجئ أن نرى أن اللاعب الطموح للغاية يفكر في الانضمام إلى منتخب قطر في غضون عدة سنوات إذا لم يتخذ اتحاد قطر لكرة القدم أي إجراء في هذا الأثناء، حيث قال: لدي رغبة واحدة، وهي أن أصبح لاعبا دوليا في فريق من الدرجة الأولى. أنا جزائري وقد شاركت في فئتي تحت 20 و23 عاما أيضا. لقد مرت 4 أشهر تقريبا منذ أن كنت بالفعل في عالم الاحتراف، وأشعر أنني بحالة جيدة في قطر. إذا اتصل بالفريق الجزائري سأذهب مباشرة، لكن إذا لم يكن أمر كذلك فلا أعرف حقا. وأوضح أن الأمور ستحدث بفضل عروض على أرض الملعب، لذلك يجب على الاتحاد ألا يغض الطرف على الشاب نعيم العيدوني تماما، مثل العديد من مزدوجي الجنسية وحتى المحليين الذين انضموا إلى قطر في مشروع تجهيز لا يذكر اسمه مع لاعبين شباب مثل سيمو قداري، نبيل بناس أو رفيق عمر. سبق لهما تبديل الخضر. إسبانيا تستدعي قداري وبالعيد لتصفيات كأس أوروبا. وجهت اتحادية إسبانيا كرة القدم الاستدعاء للاعب أتلتيكو مدريد رايل بالعيد ولاعب العربي قطري وسيم قداري، وذلك للمشاركة في البطولة المصغرة لتصفية بطولة أوروبا لأقل من 19 سنة، والتي ستنطلق بداية من 15 لغاية 21 نوفمبر المقبل. والغريب في الأمر أن الفاف سبق لها مؤخرا استدعاء لاعب أتلتيكو مدريد رايل بالعيد للمشاركة مع الجزائر لأقل من 20 سنة في التربص التحضيري لبطولة اتحاد شمال إفريقيا، والتي ستنطلق بداية من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل. كما سبق للاعب العربي القطري وسيم قداري البتر المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، ما
مباراة ودية العام 2021 ليقرر بعدها الناخب الوطني آنذاك لاصات استبعاده.